احنا معانا على التليفون الاستاذ وائل فراج، مدير عام التخطيط ومتابعه الهجره غير الشرعيه بوزاره الدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج. استاذ وائل مساء الخير واهلا بحضرتك في المواجهه. بخير يا فندم واهلا بحضرتك. اهلا بيك. قول لنا ازاي نجحت مصر في ان تصبح نموذج دولي ناجح لمواجهه الهجره غير الشرعيه بهذا الشكل اللي احنا شفناه وبنتابعه؟ بصراحه لو جينا نتكلم على مشكله الهجره غير الشرعيه هي مشكلة حيوية جدا وبتؤرق الدولة المصرية بصفة عامة لحرص الدولة المصرية على كرامة وحياة المواطن المصري. ومن هذا المنطلق واحنا بدأنا في شغلنا في مجال الهجرة غير الشرعية بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج من عدة مستويات. المستوى الأول وهو ان احنا نبدا نبص على المحافظات التي تكثر فيها هذه الظاهره. المستوى الثاني وهو اعداد كوادر تقوم بتوعيه الشباب. في مثل دارج دايما كلنا عارفينه بيقول ان اهل مكه ادرى بشعبها، وبالتالي لما اجيب كوادر من اهل المحافظه دي من نماذج من الشباب، من الائمه، من الوعاظ في الكنائس، من الاخصائيين الاجتماعيين، من المدرسين ليقوموا اعدهم واعمل لهم اعداد وتدريب للتوعيه ويقوموا بعمليه التوعيه هيبقى ليهم اثر كبير. من الناحيه الاخيره اللي هي عمليه التوعيه نفسها التي قامت بها وزاره الدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج على سنوات عده منذ انشائها، والفكره ان التوعيه ما بتشملش ان انا اوعي بس، لا انا بوعي وببقى حريص جدا خلال التوعيه على توفير البديل الايجابي الامن لهذه الفئه من الشباب. انا ما بقولوش ما تسافرش، بقول له سافر بس بطريقه شرعيه، بقول له سافر بس بطريقه امنه ان انت تضمن حقك، تضمن حياتك وتحافظ عليها وتحفظ لك بلدك كرامتك كمواطن مصري. في 2019 يا استاذ وائل تم اطلاق المبادره الرئاسيه مراكب النجاه، وطبعا يعني زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم انه يعني الفتره اللي فاتت كان في مجهودات كبيره ووزاره الهجره كانت بتقوم على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخرى. عايز اعرف اخر ما تم بهذه المبادره، نتائجها حتى الان، التعاون ما زال مستمر مع الجهات والوزارات المختلفه ام لا؟ بالطبع المبادره اطلقها السيد رئيس الجمهوريه في ديسمبر 2019 خلال منتدى شباب العالم، وكلف وزاره الدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج باطلاق مبادره باسم مراكب النجاه لتوعيه الشباب بمخاطر الهجره غير الشرعيه. احنا في استراتيجيتنا في المبادره دي استهدفنا كمرحله اوليه 14 محافظه. هي محافظات الفيوم والبحيره الغربيه، المنوفيه، القليوبيه، الدقهليه، الشرقيه، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، اسيوط، الاقصر، قنا، سوهاج. لو لاحظت حضرتك ان في ماتشنج ما بين المحافظات، في محافظات الوجه القبلي ومحافظات الوجه البحري. الهدف اللي احنا شغالين عليه والمحاور اللي احنا شغالين عليها هي المحاور بتاعتنا. توعيه، ايجاد بدائل ايجابيه امنه، التنميه المجتمعيه، وحاليا ايضا في اطار توجهات الدوله بنسعى الى التوجه الى القرى والمحافظات اللي هي الاكثر، القرى الاكثر احتياجا. نفس احنا كلنا بنشتغل في منظومه واحده، وبالتالي المبادره بتساهم شانها شان اي مبادره اخرى في التشبيك مع بعضهم عشان لتحقيق حفظ كرامه المواطن المصري رقم واحد، رقم اثنين صونه وان هو حمايته من الافكار اللي ممكن تؤدي بحياته الى الخطر من خلال الهجره غير الشرعيه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ وائل فراج، شكرا ليك على هذه المعلومات المهمه.